كعادتنا هنبدا مع حضراتكم اخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينه العلمين للشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات، ودار لقاء اخوي بين الرئيسين تم خلاله تاكيد قوه العلاقات المتميزه بين البلدين الشقيقين، ايضا بحث سبل مواصله العمل لتعزيز اطر واليات التعاون المشترك بين الدولتين. ايضا سياده الرئيس استقبل بمدينه العلمين الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البحرين، وتناول الزعيمان العلاقات الاخويه على مختلف الاصعده بين مصر والبحرين سياسيا اقتصاديا وتمويا. ايضا امبارح الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس قال ان القناه حققت زياده غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، وأن حفر قناة السويس الجديدة كان ضمن أهم الأسباب اللي أدت لهذا الإنجاز الكبير، لأنها خفضت زمن عبور السفن إلى 11 ساعة فقط، بالإضافة أيضا لزيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن. أخبار مهمة حصلت امبارح أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ودار لقاء أخوي بين الرئيسين تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية على النحو اللي بيحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار. أيضاً بحث الرئيسين مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمدينة العلمين الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين، تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين سياسياً واقتصادياً وتنموياً، واللي بترتكز على دعائم الأخوة والثقة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. أيضاً استعرض الزعيمان خلال لقائهم الأخوي عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها وتأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك سعياً نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة. امبارح قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، موضحاً إن حفر قناة السويس الجديدة كان ضمن أهم الأسباب اللي أدت لهذا الإنجاز، لكنه أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت ضمن الأسباب أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن اللي أصبح 11 ساعة فقط، وأيضاً زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن. امبارح صدر قرار بخصوص المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2023-2024، وحدد القرار أنه يكون توزيع 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة عام 2023، منهم 500 علوم زائد 500 رياضيات زائد 500 أدبي وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، واستثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى. امبارح أعلنت وزارة الداخلية عن شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية ذكور وإناث للعام الدراسي 2023-2024، وأوضحت أن مدة الدراسة بالمعاهد سنتين، وبيحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة الخريج معاون أمن ثالث، ثم يترقى بعدها في الدرجات المختلفة على أن الطالب يقضي 3 شهور تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة المنوفية انطلقت فعاليات الموسم الثاني من برنامج كابتانو مصر الخاص باكتشاف المواهب الرياضية الكروية لكرة القدم، واللي بتنتجه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. في محافظة قنا أيضا تم إطلاق الملتقى
التوظيفي الخاص بمبادرة حياة كريمة. ومن هنا للمنيا، تم إجراء 55 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في المنيا، وعودة رحلات البنات طائر في الأقصر بخروج 38 رحلة على متنها 800 سائح. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنوفية انطلقت فعاليات الموسم الثاني من كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم اللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وبدأت فعاليات البرنامج لاختيار الموهوبين في كرة القدم من محافظات الدلتا على مدار يومين على ملعب نادي الجمهورية بمدينة شبين الكوم. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن قرب الانتهاء من تنفيذ محور تنيدة منفلوط اللي وصلت نسبة التنفيذ فيه حوالي 95% من الطريق، ويتبقى الخدمات اللي بدأ بالفعل التعاقد عليها مع كبرى الشركات للانتهاء منها في أقرب وقت، زي تنفيذ شبكات المحمول ونقاط الإسعاف وإنشاء محطات مواد بترولية وغيرها من الخدمات اللي بتؤمن حياة المواطنين أثناء السير على الطرق الرئيسية والسريعة بالمحافظة. في قنا انطلقت فعاليات الملتقى التوظيفي بالمحافظة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وحياة كريمة بمقر الصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم، وهيتم على هامش فعاليات الملتقى تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان طور وغير للتدريب من أجل التوظيف، وده في إطار مبادرة توظيف مصر. في أسيوط وافقت المحافظة خلال جلسة المجلس التنفيذي على اعتماد نتيجة الفائزين في قرعة 145 ميكروباص سعة 14 راكب اللي تم إجراءها في إبريل الماضي للحصول على ترخيص تسيير للعمل كسيرفيس داخل المحافظة، وده بهدف الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي والقضاء على المركبات غير الآمنة بوسائل النقل الداخلية وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر غرب المحافظة عودة تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية مع التحسن في حالة الطقس بعد توقفها لمدة يوم، وانطلقت امبارح 38 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 800 سائح من حول العالم وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم. في المنيا أعلنت المحافظة إجراء 54985 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشؤون الصحية إجراء 82 عملية جراحية مختلفة خلال أسبوع داخل مستشفى الغردقة العام، وده ضمن خطة إنهاء قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين. ويعد إجراء 82 عملية جراحية في أسبوع رقم قياسي جديد بتحققه مستشفى الغردقة العام في إجراء العمليات الجراحية الكبرى.